بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. اليوم بنستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتنا المتميزة في إكسل المحاسبة ككورس محاسبة متكامل، بادئين من البداية إلى الاعتراف. في الفيديو الأولاني أو الجزء الأولاني تحدثنا وتدربنا على كيفية تحليل العمليات المالية وتسجيلها في قيود اليومية، ثم الجزء الثاني او الفيديو الثاني اتكلمنا على اعداد دفتر وتسجيل بيانات دفتر الاستاذ العام من طرحها من قيود اليوميه، ثم في الجزء الثالث تدربنا على استاذ اليوميه المساعد استاذ اليوميه واستاذ العام المساعد، وفي الجزء الرابع خدنا جرعه من المحاسبه الماليه متميزه في ميزان المراجعه البالانس شيت. اليوم هو الجزء الخامس وقبل الأخير، بنتكلم على قائمة الدخل، income statement. قائمة الدخل كان فيما سبق بيسموها قائمة الأرباح والخسائر، اللي من خلالها نستطيع أن احنا نرصد ونحلل جميع العمليات من مشتريات ومن مبيعات ومن مصاريف للوصول إلى صافي الدخل بعد الضريبة، ثم ترحيله إلى قائمة المركز المالي. تعالوا بينا نبدأ مع بعض هذا الجزء. كان المحاضرة أو الجزء الرابع هو ميزان المراجعة البالانس أو ترايل بالانس. دلوقتي في قائمة الدخل عندنا شركة الطارق، احنا بنستكمل سلسلة شروحاتنا السابقة. قائمة الدخل بتكون عن فترة من بداية السنة حتى نهاية السنة، بنقوم بتصوير هذا الحساب، بنعمل خانة نسميها كلي، خانة اسمها جزئي، خانة اسمها البياني. في الحقيقة ان قائمة المركز المالي بتختلف حسب نوع النشاط، اذا كان نشاط تجاري او صناعي او خدمي، حسب نوعية النشاط بيتم اعداد قائمة الدخل او الانكام ستيتمنت. ده الشكل اللي احنا هنقوم بتصويره، يبقى فيه عمود كلي، عمود جزئي، عمود اسمه البيان. هنبدأ العنوان الرئيسي اللي هنشتغل عليه صافي المبيعات. صافي المبيعات ممكن يكون عنوان الأول وممكن يكون العنوان في الآخر بعد هذه الحسابات. صافي المبيعات عبارة عن إيه؟ عندي مبيعات نقدية ومبيعات آجلة ومردودات مبيعات وخصم مسموح به. بعد ما نقوم بإجراء هذه العمليات نصل إلى صافي المبيعات. بداية السؤال اللي أنا واثق إن حضراتكم هيجاوبوني بكل سهولة ويسر، منين اجيب المبيعات النقديه؟ في الحقيقه كل الحسابات الموجوده هنا مبيعات نقديه واجله ومردودات وخصومات، دي هنجيبها من ميزان المراجعه بالارصده وليس بالمجاميع. يبقى حضرتك هتذهب الى ميزان المراجعه بالارصده وهتجيب لي مثلا ادي المبيعات، تضغط كليك يمين، هناخد بالارصده وليس بالمجاميع. تعمل كوبي ثم تذهب بعد ذلك الى الجزئي وتضغط كليك يمين وتعمل لصق ارتباط، وتعمل لصق ارتباط، وهكذا لكل حساب من هذه الحسابات. يبقى اذا حضرتك هتذهب الى ميزان المراجعه ترايل بالانس وهتقوم عمل كوبي ثم تذهب الى قائمه الدخل، وناخد بالنا في ميزان المراجعه بنتكلم على الارصده، ميزان المراجعه بالارصده وليس ميزان المراجعه بالمجاميع. ثم هتذهب الى الحساب الموجود عندك في قائمه الدخل وكليك يمين وتعمل بيست لينك اللي هو لصق ارتباط، وهكذا للمبيعات النقديه والمبيعات الاجله والمردودات والخصم المسموح به. بعد ما حضرتك بتقوم بتسجيل هذه البيانات نبدا بعد ذلك في كلي نكتب المعادله الخاصه بصافي المبيعات. صافي المبيعات هيساوي ايه؟ هيساوي اللي هو المبيعات النقديه زائد المبيعات الاجله ناقص مردودات المبيعات ناقص الخصم المسموح به، واضغط انتر يديني الناتج. اذا سهل جدا انك تقوم باعداد قائمه الدخل لانها عباره عن كوبي وبيست لينك ثم كتابه معادله بسيطه جدا تحصل على الناتج. يبقى اذا المبيعات النقديه والمبيعات الاجله والمردودات والخصم المسموح به بنقوم بتسجيلهم من ميزان المراجعه بالارصده، ثم بعد ذلك نكتب معادله صافي المبيعات اللي هي ظاهره قدام حضراتكم، اللي هي المبيعات النقديه زائد المبيعات الآجلة ناقص أو ماينص مردودات المبيعات ناقص الخصم المسموح به، يظهر قدامي صافي المبيعات. بعد ذلك هتتكلم على تكلفة
المبيعات. تكلفة المبيعات هيكون عندي مشتريات نقدية ومشتريات آجلة ومصاريف تشغيل ومصاريف نقل ومردودات وخصم مكتسب وبضاعة أول المدة وبضاعة آخر المدة. وقلنا محتويات قائمة الدخل تختلف حسب نوع النشاط، سواء كان تجاري أو خدمي أو صناعي. هنبدأ بعد ذلك نسب إلى ميزان المراجعة ونعمل كوبي بيست عند ميزان المراجعة. لو في عندي نهوت في ميزان المراجعة مشتريات هنعمل لها كوبي، ثم نذهب إلى المشتريات النقدية ونعمل بيست. وليكن مثلا وصلنا إن الناتج نهوت مثلا 45,000 مثلا، تمام، والمشتريات الآجلة 200,000 تمام، ومصاريف تشغيل وليكن 4,000 والنقل 6,000 والمردودات 100,000 خصم المكتسب 40,000 بضاعة أول المدة ب250,000 مثلا وبضاعة آخر المدة ب100,000 تمام. تعالوا بينا نكتب بقى معادلة تكلفة المبيعات. ما تنساش إن الحسابات ديت بتجيبها من ميزان المراجعة عن طريق كوبي وبيست لينك. هنبدأ نكتب معادلة تكلفة المبيعات اللي هي يساوي عدد تكلفة المبيعات يساوي المشتريات النقدية زائد المشتريات الآجلة زائد مصاريف التشغيل زائد مصاريف نقل المشتريات ناقص مردودات المشتريات ناقص الخصم المكتسب ثم زائد بضاعة أول المدة ثم ناقص بضاعة آخر المدة ونضغط انتر يديني الناتج. تمام، وصلنا. إذن أنا تكلفة المبيعات هي 265,000. ما ننساش المعادلة عملناها ازاي بتاع تكلفة المبيعات. قلنا المشتريات النقدية زائد المشتريات الآجلة زائد مصاريف التشغيل زائد مصروف نقل المشتريات ناقص مردودات المشتريات ناقص الخصم المكتسب زائد بضاعة أول المدة ناقص بضاعة آخر المدة يبدأ يديني الناتج. خد بالك لو أنت قمت بجمع أرقام على بيانات نصية تطلع كلمة هاش فاليو، يعني في خطأ قمت أنت بيه انك انت عايز تضيف شيء على شيء لا يقبله. خلصنا الجزئيه ديت، نبدا نجيب مجمل الربح. ما هو مجمل الربح؟ مجمل الربح هو عباره عن هتقول يساوي صافي المبيعات ناقص تكلفه المبيعات واضغط انتر. ده اللي هو مجمل الربح. يبقى وصلنا كده لمجمل الربح اللي ظهر قدام حضراتكم. بعد ذلك بتكتب بتقوم بنسخ ولزق المصاريف اللي هي المصاريف العمومية من ميزان المراجعة ومصاريف أو مصروفات الإهلاك تمام برضو من ميزان المراجعة. بعد كده هتجيب صافي الربح التشغيلي. صافي الربح التشغيلي برضو معادلة بسيطة اللي هو يساوي مجمل الربح ناقص مجمل الربح ناقص المصاريف العمومية ناقص مصاريف الإهلاك وأضغط انتر يديني صافي ربح النشاط. طيب في إيرادات أخرى. أيوة، افرض أنا نشاطي دلوقتي نشاطي إن أنا مكتب هندسي، بلاش مكتب هندسي، نشاطي في السيارات، نشاطي في بضاعة التجزئة، وبعدين قدمت استشارات، فالاستشارات ديت إيرادات أخرى وليكن بخمس. الإيرادات الأخرى اللي هي الإيرادات التي يتم تحصيلها من نشاط لا يمثل النشاط الرئيسي بالنسبة لهذه المؤسسة، وآدي مصروفات أخرى. تمام، وصلنا صافي الربح النشاط التشغيلي وكتبنا الإيرادات الأخرى والمصاريف الأخرى. عايزين نجيب صافي ربح النشاط قبل الضريبة هيساوي في المكان الصح سوي صافي ربح النشاط التشغيلي زائد الإيرادات الأخرى ناقص المصروفات الأخرى واضغط انتر يديني صافي ربح النشاط قبل الضريبة. لنفترض ان الضريبة كانت نسبة او هي الضريبة نسبة اللي هي يساوي اللي هو صافي الربح قبل الضريبة مضروب في 20% او 2/10، يبقى هيديني الضريبة هيت. يبقى الضريبة عبارة عن صافي الربح النشاط قبل الضريبة ولها نسبة بنضربها في صافي الربح
يديني صافي الربح بعد الضريبه، هنعمل ايه في صافي الربح بعد الضريبه؟ هنقول له يساوي اللي هو صافي الربح النشاط قبل الضريبه ناقص الضريبه، واضغط انتر. كده يبقى وصلنا الى صافي الربح بعد الضريبه. اتمنى اكون وفقت في شرح هذا الجزء قائمه الدخل، واتمنى الجميع يقوم بنشره. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.